السلام عليكم. اليوم عندنا هذا الدريب من شركة ميلواكي. يشتغل على 120 فولت. طبعا جهاز محترق عاطل. راح نعيد لفة حتى يشتغل على 220 فولت. هاي الأسلاك تروح الكهرباء. الأسلاك الأصفر والأسود تروح للكويل، وعندنا الأحمر والأبيض تروح للفحمات. مثل ما نلاحظ ان الكويل يخرج منه فقط سلكين، ومثل ما تعودنا باجهزة ال 220 فولت تكون اربع اسلاك، سلك داخل الكويل وسلك خارج من الكويل يذهب الى الفحمات، وذلك هذا الطرف هنا مربوط ربط توالي، بعد ذلك يروح للفحمات، بعد ذلك يذهب الى كهرباء. اولا راح نجي للميتشر، واول مشكلة عندنا الكوميتيتر تالف هذه الجهة، كذلك الجهة الثانية. اذا نحتاج اول شيء نستبدل الكوميتيتر، نقول للميتشر بهذا الشكل، ونلاحظ ان الطبقة الاخيرة اصغر من الطبقة قبل الاخيرة، اذا هذا يبدي مفرد وينتهي مفرد. المجرى يقابل فراغ، حاولت ان استخرج السلك الاخير الطبقة الاخيرة، ولكن هنا لقيت الاسلاك محترقة، يعني مفقود الاسلاك، لذلك من هذا الارميتشر راح استخرج فقط عدد الاسلاك وقطع السلك، وراح استخدم بيانات ارميتشر جهاز دريل. ومن ميزة الدريل انه يشتغل في اتجاهين يمين ويسار، لذلك راح استخدم بيانات الارميتشر
دريل، هنا بعض ارميتشات دريل راح اشوف البيانات مالتها، مثلا هذه يبدي مفرد وينتهي مفرد، الميل الخلفي متأخر بواحد، هذا عندنا واحد وكذلك الثاني. ايضا هذا يبدي مفرد وينتهي مفرد، الميل الخلفي متأخر بواحد، هذا فرقه عن ذاك. هنا المجرى قابل النحاسة والثاني المجرى قابل فراغ، اذا اقرب واحد هو هذا. اذا ناخذ بيانات الربط ونطبقها على هذا الارميتشر اللي هو المجرى قابل فراغ، راح احاول استخرج عدد اسلاك الطبقه الاخيره. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. إذا عدد أسلاك الطبقة الأخيرة هو تسعة. لو نقطع الطبقة القبل الأخيرة ونحسبها راح نشوفها ضعف عدد الأسلاك. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 16، 17، 18، 19، 20. عدد 20 هنا عندنا 9 مفروض 10، لذلك راح نتأكد أكثر عند استخراج المجاري. دورة كاملة زائد 5 يعني صفر 0.55، 0.55 يعني جيج الـ 24. راح انظف الارميتشر من الاسلاك واستخرج المجاري حتى اتاكد من عدد الاسلاك واستبدل الكوموتيتر وارجع لكم. بعد تنظيف الارميتشر من الاسلاك واستخراج المجاري، اخذنا احد المجاري وحرقناها، هسه نتاكد من العدد الصحيح للفات. 10 20 30 40، 40 تقسيم 4 راح يساوي عدد 10 وهو عدد لفات لكل طبقة. هنا استبدلنا الكوموتيتر التالف وأضفنا عوازل بلاستيكية، طبعا هذا الارميتشر عدد المجاري 14 وعدد النحاسات 28، مو مثل الارميتشرات اللي لفيناها سابقا اغلبها كان عدد المجاري 12 وعدد النحاسات 24 نحاسة. الان نسجل بيانات اللف ونبدأ بالجانب الاول، اول مجرى مسار لف من اليمين لليسار اتجاه لف عقارب الساعة. راح نحسب 7 وليس 6، 7 لأن خطوة اللف هي 1 إلى 7. 1 2 3 4 5 6 7، هذه الجهة خلفية الملف، الميل الخلفي متأخر بواحد، الميل الجانب الأول. ننتقل للجانب الثاني، أول مجرى مسار لف تجاه اللف، نحسب 7، 1 2 3 4 5 6 7، هذه الجهة الخلفية الملف، الميل الخلفي متأخر بواحد. اثنين
عشان شغل الجهاز على 220 فولت لازم نعدل على بيانات اللف. قطر السلك 0.55 تقسيم 1.4 ويساوينا 0.39 ما بين قياس 27 و 28. في القياس المناسب راح ناخذ قياس جيج 28 ونزيد اللفتة الإضافية. راح نبدأ بالجانب الأول، ربطها من حاسة رقم 1 الجانب الأول، ونروح إلى مجرى رقم 1 للجانب الأول، ونلف أول طبقة مفردة 22 لفة، ولا ننسى خطوة اللف 1 إلى 7، نحسب منها 1 2 3 4 5 6 7، سلك يدخل بهذا المجرى. نربط النحاس رقم 2، مثل ما تلاحظ خطوة اللف 1 2 3 4 5 6 7 من 1 إلى 7. ننتقل للجانب الثاني ونربط النحاس رقم 1 للجانب الثاني، ونروح إلى مجرى رقم 1، خطوة اللف عندنا 1 2 3 4 5 6 7، سلك يدخل هنا، ونلف طبقة مفردة 22 لفة. نربط النحاس رقم 2، ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 2، هذا هو مجرى رقم 2، ونلف طبقتين كل طبقة 22 لفة. نحاس رقم 3، نرجع لطبقة ثانية في نفس المجرى، نحاس رقم 4، ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 2، هذا هو مجرى رقم 2، هنلف طبقتين نربط بنحاسة رقم 3، نرجع نلف طبقة ثانية في نفس المجرى، نحاس رقم 4، ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 3، نربط النحاس رقم 5، نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى، نحاس رقم 6، ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 3،
نحاس رقم 5. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 6. ندخل الجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 4. ربط نحاس رقم 7. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 8. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 4. نحاس رقم 7. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 8. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 5. نحاس رقم 9. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 10. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 5. نحاس رقم 9. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 10. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 6. ونربط بنحاس رقم 11. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 12. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 6. نحاس رقم 11. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى.
نحاس رقم 12. ننتقل الى الجانب الاول ونروح الى مجال رقم 7. مجرى رقم 13. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 14. ننتقل للجانب الثاني ونروح الى مجرى رقم 7. نحاس رقم 13. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 14. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 8 اللي هو مجرى رقم 1 للجانب الثاني، ونلف طبقة مفردة أخيرة 22 لفة. نربط بنحاس رقم 1 للجانب الثاني وينتهي اللف للجانب الأول. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 8 اللي هو مجرى رقم 1 للجانب الأول، ونلف طبقة مفردة أخيرة 22 لفة. ونربط بنحاس رقم 1 للجانب الأول وينتهي اللف للجانب الثاني. بعد كمال لف الارميتشا نجي للكويل. الكويل هنا مثل ما نشوف يحتوي على وايرين فقط، مو مثل ما موجود الكويلات 220 فولت يحتوي على 4 اسلاك، سلك دخول وسلك خروج الى الفحمة. هنا ربط توالي، مربوط توالي. هنا راح تقيد باللف بالكويل توالي، لان انا متقيد بالدقمة كما نشوف. هنا عندنا هنا دخول اسلاك 220 فولت، هنا دخول اسلاك الكويل، اسلاك الكويل تدخل هنا، وهنا تذهب الى الفحمات. عشرة، عشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين، ستين، سبعين، ثمانين، تسعين، واثنين، 92 لفة. صفر 30 زائد دورة كاملة يعني صفر 50 زائد صفر 30 يصير عندنا صفر 80. 0.80 أو 1.80 يعني جيج 21.
راح ألف الكويل باستخدام قوالب اللف الداخلي. وأجب أن نصنعها من أنابيب بلاستيكية. بعد تعديل على بيانات الأرميتشر يجي نعدل أيضا على بيانات الكويل. قطر سلك الكويل 0.80 تقسيم 1.4 ويساوينا 0.57. أقرب قياس 0.57 هو 0.55، يعني جيج 24. عدد لفات الأصلي هو 92 في 2 ويساوينا 184 عدد لفات الجديد. حاليا اكملنا كل شيء، نجي نركب الجهاز. الكويل المفروض نطلع من عده قطبين فقط من الربط توالي، فالربط راح يكون للخارج. في حال حدوث اي خطا اقدر استبدل الاسلاك. الآن راح نجي نربط الأسلاك. هذه الأسلاك هي الفحمات. هذا من أطراف الكويل. وها الأطراف الثانية للكويل راح نربطها توالي. وهاي الكهرباء. وهاي الأطراف الكويل راح نربطها مؤقتا توالي. الآن راح نفحص الجهاز.